فيكم أصدقائي، عم نطلع عليكم أنا ورينبو بحلقة جديدة، تحديات جديدة، وأكيد كتير من الهدايا القايمة عم تستنانا. رح خبركم أن هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برية مقدمة من تلفزيون الفجيرة لأربع أشخاص. لهيك فكروا كتير منيح، كثفوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم لتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. رح نعرف رينبو شو مخبي ونقول ابدأ يا رينبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول وحدة قياس تستخدم في قياس المسافات البعيدة بين الكواكب، وهي نفسها المسافة التي يقوم الضوء بقطعها ويستخدمونها علماء الفلك أيضا. ما هي وحدة القياس في الفضاء الخارجي؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول وحدة قياس تستخدم في قياس المسافات البعيدة بين الكواكب، وهي نفسها المسافة التي يقوم الضوء بقطعها ويستخدمونها علماء الفلك أيضا. ما هي وحدة القياس في الفضاء الخارجي؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، سؤالنا كتير سهل، أكيد كلكم سامعين بوحدة القياس هاي وكلكم أكيد بتعرفوها. إذا ما كنتوا كتير متأكدين تقدروا تطلبوا المساعدة من جوجل وكمان من الموجودين معكم إذا كنتوا مو كتير عارفين الإجابة. فكروا كتير منيح يا أصدقائي لحتى يكون عندكم فرصة للربح. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ خليل. خليل؟ إيه، من دبي. أهلا وسهلا فيك خليل، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني قد عمرك خليل؟ 6 سنوات. العمر كله. صديقي قل لي شو الجواب. سنة ضوئية. أكيد؟ أكيد. طب كيف عرفت؟ خبرني، حدا ساعدك؟ ماما. الله يخلي لك الماما، وشكراً لك خليل، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يا أصدقائي، خليل بيقلكم أن الجواب السنة الضوئية. يا ترى جواب خليل صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف، بس هلأ رح ناخد اتصال ونقول ألو. لا، مرحبا. مين معي؟ أفنان. أهلا وسهلا أفنان، كيفك اليوم؟ منيحة الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ سنة ضوئية. حدا ساعدك؟ جوجل. أوكي، برافو عليك، شكرا لك أفنان. في حدا رح يشارك؟ بيان وليان. يلا. ألو ألو. أهلا أهلا بيان، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ السنة الضوئية. أكيد؟ مليون أكيد. مليون، شكرا. ليان. ليان يا ليان. لو. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ السنة الضوئية. أكيد؟ شو؟ أكيد. شكرا لكم صديقاتي أفنان بيان وليان، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. بدي أذكركم أنه هديتنا لهذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برية مقدمة من تلفزيون الفجيرة لأربع أشخاص. يا ترى مين من الأصدقاء رح يربحوا معنا؟ مين من الأصدقاء رح يكون نجوم الأسبوع ويشاركونا ويكونوا معي هون بالاستوديو لحتى نقدر نعرف مين النجم التالي؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، مين لسه من الأصدقاء رح يعرف الجواب؟ خليل، أفنان، وبيان، وليان شاركونا وكانت إجاباتهم السنة الضوئية. يا ترى صح أو خطأ؟ لازم تفكروا، فيكن تستغلوا الوقت أكيد وتعملوا مثلا بحث سريع على جوجل، تسألوا الموجودين معكم. رح كرر عليكم ريمبو كان بيقول وحدة قياس تستخدم في قياس المسافات البعيدة بين الكواكب، وهي نفسها المسافة التي يقوم الضوء بقطعها ويستخدمونها علماء الفلك أيضا. ما هي وحدة القياس في الفضاء الخارجي؟ فكروا يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم لحتى تزيد فرصتكم بالربح. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك عليا؟ الحمد لله حبيبتي، الله يسلمك. الحمد لله، إن شاء الله تضلك بألف خير. خبريني صديقتي، قدرتي تعرفي الجواب؟ هي نعم. شو؟ السنة الضوئية. ومتأكدة صح؟ صح.
صح. شكرا لك عليا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتكوني انت نجمه الاسبوع ومن بين الرابحين. مين لسه يا ترى من الاصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا اصدقائي، باقي معنا شويه وقت بتقدروا من خلاله بسرعه بسرعه هيك تسالوا الموجودين معكم، تبحثوا عن المعلومه اكثر اذا ما كنتوا بتعرفوها، واكيد اذا كنتوا بتعرفوها لا تستنوا ابدا، روحوا بسرعه اتصلوا فينا وخبروني شو الجواب. اغلب الاصدقاء او كلهم لحد هلا كانت اجابتهم وحده هي السنه الضوئيه. يا ترى يا اصدقائي هالجواب صح او خطا؟ فكروا كثير منيح لحتى تزيد فرصتكم وتقدروا تربحوا معنا كثير من الجوائز القيمه. وجائزتنا هذا الاسبوع مثل ما خبرتكم هي عباره عن رحله بريه مقدمه من تلفزيون الفجيره لاربع اشخاص. يلا يا اصدقائي باقي معنا شويه وقت تستغلوه بسرعه وشاركوني. وحدة قياس تستخدم في قياس المسافات البعيدة بين الكواكب، وهي نفسها المسافة التي يقوم الضوء بقطعها ويستخدمونها علماء الفلك أيضا. ما هي وحدة القياس في الفضاء الخارجي؟ فكروا أصدقائي باقي معنا شوية وقت. الشلة حليمة وفاطمة، مين كمان مين كمان؟ لينا وحمزة وفرح. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو، شكلهم قطع الخط يا أصدقائي. يا ترى عليا رح تكون آخر المشاركين معنا لهذا السؤال، ولا في حدا هيك رح يلحق بسرعة 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 يتصل فينا ويخبرنا شو الجواب؟ للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال ورح ينتهي الوقت. انتهى الوقت هلا، انتهى يا اصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هي وحدة القياس في الفضاء الخارجي؟ والجواب اكيد صح السنة الضوئية. الف مبروك للي شاركونا، اجاباتكم كانت صحيحة، ورح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو اصدقائي وقف عند اللون الاحمر، وهاللون بيقول ممر مائي يبلغ طوله 193 كيلومتر بين البحرين الأبيض والأحمر، ويعد من أهم المجاري البحرية في العالم. تم افتتاحها أيام الخديوي إسماعيل في مصر عام 1869. ما هو أهم ممر بحري صناعي في العالم؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول ممر مائي يبلغ طوله 193 كيلومتر بين البحرين الأبيض والأحمر، ويعد من أهم المجاري البحرية في العالم. تم افتتاحها أيام الخديوي إسماعيل في مصر سنة 1869. ما هو أهم ممر بحري صناعي في العالم؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. مساء الخير يا نوار. يسعد مساك يا عليا، أهلا وسهلا فيك من جديد. خبريني حبيبتي، قدرتي تعرفي الجواب؟ نعم عرفتي. شو؟ قناة السويس. هلا حدا ساعدك ولا انت مثلا عرفتيها لحالك؟ انا عرفتها لحالي. اوكي شكرا لك عليا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقتي وتقدري تكوني نجمه الاسبوع. اكيد انا وريمبو كثير متحمسين لنتعرف عليك ونشوفك معنا هون بالاستوديو، ان شاء الله بتكوني نجمه الاسبوع وانت الرابحه معنا. مين لسه من الاصدقاء غير عليا رح يعرفوا الجواب؟ حليمه وفاطمه وينكم اليوم؟ انا وريمبو عم نستناكم، اكيد كمان كل اعضاء الشله انا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم اللي كلها حماس. يارا ورنيم الاصدقاء اللي بيتواصلوا معنا من اماره عجمان وإمارة رأس الخيمة وكمان أبو ظبي، أنا وريمبو عم نستناكم يا أصدقائي لحتى تشاركونا وتخبروني كل إجاباتكم. خبروني إذا قدرتوا تعرفوا الجواب، إذا مرق معكم من دراستكم أو حدا من أهلكم أو جوجل ساعدوكم. أصدقائي كتير مهم نعرف هذا السؤال أو هاي الإجابة لأنه هاي إحدى إنجازات عالمنا العربي. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، ممر مائي يبلغ طوله 193 كيلومتر بين البحرين الأبيض والأحمر، ويعد من أهم المجاري البحرية في العالم. تم افتتاحها أيام الخديوي إسماعيل في مصر عام 1869. اتصال جديد ونقول ألو. ألو 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 حليمة. إيه كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني قدرتي توصل للجواب يا حليمة؟ حليمة ايه انت معي؟ شو معي ولا مش معي؟ لا مش معي. مش معي؟ طيب حليمة عرفتي الجواب؟
لا ما عرفته. ما عرفتي؟ أوكي أوكي رح أعيد لك السؤال. ممر مائي يبلغ طوله 193 كيلومتر بين البحرين الأبيض والأحمر، يعد من أهم المجاري البحرية في العالم، تم افتتاحها أيام الخديوي إسماعيل في مصر سنة 1869. ما هو أهم ممر بحري صناعي في العالم؟ قناة السويس. حدا ساعدك؟ لا. أوكي حاسة كأنك بالحظ قلتيها صح؟ إيه. أوكي طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو. أهلا فاطمة، كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك؟ أنا تمام الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ قناة السويس. شكرا لكم حليمة وفاطمة، قدرت أخذ إجاباتكم قناة السويس. يا ترى مين لسه من أصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. عليا وحليمة وفاطمة قالوا إنه الجواب هي قناة السويس، يا ترى صح أو خطأ؟ لازم نستنى شوي لحتى ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ خليل. أهلا وسهلا فيك من جديد خليل، اللي شو الجواب؟ قناة السويس. كمان ماما ساعدتك؟ إيه. شكرا لها وأكيد شكرا لمشاركتك خليل، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركوا ويعرفوا الجواب ويتصلوا فينا بسرعة بسرعة ويخبرونا شو الجواب؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. ألو ألو. ألو. أفنان أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ قناة السويس. السويس صح؟ سويس. شكرا لك أفنان. مين كمان رح يشارك؟ ريان. يلا. ألو. ليان. بيان. بيان أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك؟ قناة السويس. مين ساعدك؟ أفنان. أفنان شكرا لإلها. ليان رح تشارك؟ يلا تمام. ألو. أهلا ليان، خبريني شو الجواب؟ قناة السويس. السويس صح. كمان ليان أفنان ساعدتك؟ شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه وتقدروا تكونوا نجمات الاسبوع كلكم تربحوا معنا. فكروا كثير منيح يا اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم لحتى تكونوا رابحين معنا وتاخذوا معكم ثلاث اشخاص على هالرحله البريه اللي كثير حلوه، وكونوا مصرين يكونوا هذول ثلاث اشخاص اللي اكثر اشخاص ساعدوكم لحتى تقدروا تربحوا. للاسف اصدقائي بدا العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. 2-1 وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو أهم ممر بحري صناعي في العالم؟ والجواب أكيد صح قناة السويس. ألف مبروك للي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. رينبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. رجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم تفكروا كتير منيح وتكفوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم لتكونوا نجوم الأسبوع. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول هو مركب كيميائي من الأكسجين والكربون، وهو غير قابل للاشتعال كما أنه سهل الانحلال في الماء، يعد مصدراً رئيسياً لتحمض المحيطات نظراً لانحلاله في الماء. هو عديم اللون والرائحة، يؤثر استنشاقه خطراً على الإنسان حيث تقوم الرئتين بطرحه خارج الجسم. ما هو الغاز الذي تقوم رئتان بطرحه عند الإنسان؟ رح كرر عليكم أصدقائي، اللون البنفسجي كان بيقول هو مركب كيميائي من الأكسجين والكربون، وهو غير قابل للاشتعال كما أنه سهل الانحلال في الماء، يعد مصدرا رئيسيا لتحمض المحيطات نظرا لانحلاله في الماء. هو عديم اللون والرائحة، يؤثر استنشاقه خطرا على الإنسان حيث تقوم رئتين بطرحه خارج الجسم. ما هو الغاز الذي تقوم رئتان بطرحه عند الإنسان؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا صديقتي، خبرينا عرفتي الجواب؟ إيه، ثاني أكسيد كربون CO2. أوه شكلك شاطرة بالكيمياء. إيه. ولا مو كتير؟ لا شاطرة. أوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي.
ألو. أهلا فاطمة، خبريني شو الجواب. غاز ثاني أكسيد كربون. حليمة سعادتك ولا أنت سعادتي؟ معروف. شكرا لكم صديقاتي، حتى لو كانت أصدقائي معلوماتكم هيك على قد بالكيمياء، هاي المعلومة تعتبر سهلة وكلنا تقريبا بنعرفها ولازم كلنا نعرفها. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام. خليل، خبرني شو الجواب. خليل ثاني. أوكي، أكسيد الكربون. شكرا لك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اصدقائي حليمه وفاطمه وخليل قالوا انه الجواب ثاني اكسيد الكربون. انتم كمان اكيد تقدروا تشاركوني اجاباتكم، تخبروني شو عم تفكروا او شو اسم الغاز اللي خطر على بالكم. انا وريمبو رح نحاول قدر الامكان انه نساعدكم في حال كانت الاجابات مو كتير صحيحة، أو إذا كان عندنا نحن اقتراح ثاني مثلا يكون صحيح أكثر. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، ما هو الغاز الذي تقوم رئتان بطرحه عند الإنسان؟ مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ مثل ما سمعتوا وشفتوا أكيد خليل وحليمة وفاطمة قالوا إنه هذا الغاز اسمه ثاني أكسيد الكربون. أنا وريمو ما بنعرف، يمكن صح ويمكن غلط. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. أفنان؟ صح. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب. ثاني أكسيد الكربون. هذا ساعدك؟ مين؟ ماما. الله يحفظها، شكرا لك أفنان. مين كمان رح يشارك؟ ليان وليان. يلا تمام. ألو. أهلا، خبريني بيان شو الجواب. ثاني أكسيد الكربون. كمان ماما ساعدتك صح؟ آه. اوكي، بس انت لازم تضلك حافظه هاي المعلومه. تمام ليان. ايه، خبريني شو جوابك. CO2. اكيد. شكرا لكم صديقاتي افنان وبيان وليان، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. CO2 او ثاني اكسيد الكربون، يا ترى يا اصدقائي هاي الاجابات صح او خطا؟ ما منعرف، لازم نستنى شوية وقت لنقدر نوصل لنهاية الوقت ونعرف. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو ألو. عليا. صح. أهلا وسهلا من جديد صديقتي، خبريني. أهلين حبيبتي. قدرتي تعرفي الجواب؟ هي نعم. شو؟ ثاني أكسيد الكربون. وأكيد ما حدا ساعدك صح؟ طبعا. شكرا لك صديقتي عليا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. مثل ما شفتوا يا اصدقائي، اغلب الاصدقاء اللي عم يشاركونا عم يعرفوا الجواب لحالهم، هذا دليل انه السؤال كثير سهل. اتصال جديد ومنقول الو. الو 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 الو. اصدقائي شكله كمان مره انقطع الخط، فكروا كثير منيح. باقي الاصدقاء يارا، رنين، ندى، حمزه، ولينا، وفرح، دانيا وسليمة، مين كمان؟ وعد، صديقتنا اللي بتواصل معنا من أبو ظبي. أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم أصدقائي، فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم. أكيد الشلة، الصراحة أنا اشتقت لحماس الشلة، اليوم غايبين عنا أو ما بعرف إذا لسه معنا فرصتين غير هذا السؤال لحتى يشاركونا. أكيد أنا وريمبو يا أصدقائي دايماً عم نستناكم، دايماً محتاجين نعرف إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرص أكبر تقدر تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع. تذكروا أنه هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برية مقدمة من قناة الفجيرة لأربع أشخاص. يا ترى مين منكم رح يكون نجم الأسبوع ومين رح يقضي ويكند كتير ممتع ومختلف؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم وشاركوني كل إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. يا ترى مين لسه من الأصدقاء هيك رح يستغل الوقت بسرعة ويروح لعند التليفون يتصل فينا ويخبرنا شو الجواب؟ يا أصدقائي، ما هو الغاز الذي تقوم الرئتان بطرحه عند الإنسان؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. كل الإجابات لحد هلأ كانت CO2 أو غاز ثاني أكسيد الكربون. يا ترى هالجواب صح أو خطأ؟ قربنا كتير لنعرف. بدأ العد التنازلي أصدقائي الخاص بهذا السؤال. 2-1 وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو الغاز الذي تقوم الرئتان بطرحه عند الإنسان، والجواب أكيد صح، غاز ثاني أكسيد الكربون أو CO2. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. وريمبو لسه مخبي معلومات، لهيك لازم نقول ابدأ يا ريمبو.
ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول هو بحر متفرع من المحيط الهندي يفصل بين قارة آسيا وقارة أفريقيا، يقع بين شبه الجزيرة العربية من ناحية آسيا ومصر والسودان من ناحية أفريقيا. يتميز بتنوع الحياة البحرية، كما تكثر فيه الشعاب المرجانية. أطلق العرب عليه قديماً بحر القلزم. ما هو البحر الذي أطلق عليه قديماً بحر القلزم؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو. حليمة. إيه. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ بحر الأحمر. كيف عرفتي؟ سهل سهل. أوكي عشان في مرجان وايد. في مرجان وايد. شكرا لك حليمة، طبعا صديقتي مجتهدة دائما. خبريني فاطمة، رح تشارك؟ إيه. ألو. أهلا فاطمة، خبريني شو الجواب؟ البحر الأحمر. أكيد صح مليون أكيد. شكرا لكم صديقاتي مشاهدينا. قال حليمة أن السؤال كتير سهل وهذا إجابته أكيد أكيد البحر الأحمر. أنا ما بعرف، حليمة هيك قالت. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة حليمة وفاطمة، وتقدروا تكونوا نجمات الأسبوع ومن بين الرابحين معنا. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا خليل، خبرني شو الجواب؟ البحر. أوكي. الأحمر. أكيد أكيد بالمرة بالمرة. شكرا لك خليل، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقي. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. أفنان، بيان وليان، شاركوني كمان خبروني شو الجواب كان. أصدقائي فكروا كتير منيح. اتصال جديد ومنقول ألو. لا. أهلا وسهلا أفنان، خبريني. أول شيء حدا ساعدك لتعرفي المعلومة ولا أنت لحالك عرفتي؟ ماما حالي ساعدتني. أوكي طيب، قلي لي الماما شو قالت لك؟ البحر الأحمر. أكيد؟ أكيد. شكرا لك أفنان. يلا مين كمان؟ بيان وليان. ألو. أيوة بيان، خبريني شو جوابك؟ البحر الأحمر. أكيد صح مليون أكيد صح مليون. شكرا بيان. ألو. ليان شو الجواب؟ البحر الأحمر. طب كم صح؟ كم مرة أكيد؟ أكثر رقم في العالم. أكثر رقم في العالم. شكرا لك ليان، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة صديقاتي. يا ترى لسه في في أسئلة؟ لسه في اتصالات؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا عليا. أهلين، خبريني شو الجواب؟ البحر الأحمر. أكيد أكيدين أكيدين. شكرا لك يا عليا. ممكن راشد يشارك؟ راشد السماحي؟ طبعا طبعا ممكن. أوكي أوكي حلو. ألو ألو. ألو راشد، كيفك؟ خير الحمد لله. خبرني راشد، قدرت تعرف الجواب؟ خير. مساعدة ولا بدون مساعدة عرفته؟ بدون مساعدة. أوكي شو الجواب؟ البحر الأحمر. شكرا لك راشد، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقي، وأكيد شكرا لعليا. يا ترى مين لسه من الأصدقاء هيك رح يستغلوا الوقت على السريع السريع ويتصلوا فينا ويخبرونا إجاباتهم؟ أصدقائي لحد هلأ الكل قالوا إنه الجواب هو البحر الأحمر، ما بعرف يمكن يكون صح ويمكن غلط. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. لسه معنا شوية وقت، بتقدروا هيك تفكروا تسألوا تعملوا سير سريع وتتصلوا فينا. فكروا أصدقائي، ما هو البحر الذي أطلق عليه العرب قديما بحر القلزم؟ يلا يا أصدقائي شو اسمه هذا البحر اليوم؟ نحن شو منقول لهذا البحر؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. هو بحر متفرع من المحيط الهندي يفصل بين قارة آسيا وقارة أفريقيا. أنا متأكدة أنه كلكم بتعرفوا هاي المعلومة لأنه أكيد كلكم أخذتوها بالمدرسة. البحر الذي يفصل بين قارة آسيا
وقارة أفريقيا. السؤال كتير سهل أصدقائي، فكروا كتير منيح. صديقتي ندى بما أنه من مصر كان لازم تعرف شو اسمه هذا البحر، متأكدة كمان. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا كل اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر بالربح. لسه معنا شوية وقت أصدقائي، كثفوا اتصالاتكم. بحر يقع بين شبه الجزيرة العربية من ناحية آسيا ومصر والسودان من ناحية أفريقيا، يتميز بتنوع الحياة البحرية كما تكثر فيه الشعاب المرجانية. هي المعلومة إذا بتتذكروا قالتها حليمة. أطلق عليه العرب قديما بحر القلزم. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، ما هو البحر الذي أطلق عليه العرب قديما بحر القلزم؟ كتفوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو البحر الذي أطلق عليه العرب قديماً بحر القلزم؟ والجواب أكيد صح، البحر الأحمر. ألف مبروك لكل اللي شاركونا. ريمبو لسه مخبي معلومة واحدة بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول مدينة ملاهي. تعتبر أكبر مدينة ملاهي مغطاة في العالم، تقع في جزيرة ياس في مدينة أبوظبي. تم افتتاحها عام 2010 وتحتوي على أسرع لعبة للمركبات الفضائية في العالم. ما هي أكبر مدينة ملاهي مغطاة في العالم؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وتذكروا أنه ريمبو كان لونه أحمر. شكله عم يحاول يساعدكم شوي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. لأنه هاي المدينة لونها أحمر. حليمة خبريني، قدرتي تعرفي الجواب؟ إيه. شو؟ عالم فراري. زرتيها؟ إيه زرتها بأبوظبي. شفتي قدي حلو؟ وايد حلو. أوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ يلا تمام. الو اهلا فاطمه، خبريني شو الجواب؟ عالم فراري. وكمان زرتيها صح؟ ايه. خبريني هيك شو اكثر لعبه استمتعتي فيها؟ ايه القطار. القطار، يا سلام. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. عالم فراري. رح اخبركم اصدقائي اللي لسه ما زاروا هي المدينه، لازم يكون قلبكم كثير قوي لحتى تزوروها، لان الالعاب اللي فيها كثير حلوه وكثير ممتعه. اتصال جديد ونقول الو. الو. الو أفنان. أفنان أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ فراري وورلد. أكيد أكيد. طيب زرتيها ولا لا؟ لا. أوكي لازم تزوريها، كتير 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 حلوة. بيان وليان رح تشاركوا؟ يلا يلا. ألو. أيوة بيان، شو الجواب؟ فراري وورلد. شكرا إلك صديقتي ليان. يا ليان ألا. شو الجواب؟ فراري وورلد. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا كمان اتصال ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك عمار؟ نعم نوار. وانا كمان كثير بحبك. كثير بحبك. انا كمان كثير بحبك خليل. خبرني قدرت تعرف الجواب؟ ايه عالم فراري. طيب زرته من قبل ولا لا؟ ها؟ رحت لهنيك من قبل؟ لا ما زرته من قبل. لا. اوكي شكرا لك صديقي، ان شاء الله تزوره عن قريب، وانا بوعدك انه كثير 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 رح تستمتع، لانه فعلا مكان كثير حلو بتقدروا تمضوا فيه يوم كامل بدون ما تحسوا بالوقت وتضلكم مبسوطين كل الوقت، وهيك عم تستمتعوا بهي المغامرات الحلوه. بس كونوا حريصين انكم تاخذوا معكم ناس تنبسطوا معهم، تاخذوا معكم ناس ما بتخاف ابدا لحتى تنبسطوا اكثر. فكروا كثير منيح اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم، خبروني ما هي اكبر مدينه ملاهي مغطاه في العالم. اتصال جديد ونقول الو. الو. اهلا عليا، خبريني عرفتي الجواب؟ طبعا طبعا. يا سلام شو الجواب؟ عالم فراري. شكرا لك عليا. راشد رح يشارك؟ هي نعم. اوكي لحظه يلا تمام. راشد راشد يلا. الو. ايوه راشد شو الجواب؟ شو الجواب؟ عالم فراري. طيب راشد زرت هذا العالم من قبل ولا لا؟ لا
شكله انقطع الاتصال مع راشد، يمكن زاروا يمكن ما زاروا. فكروا كثير منيح اصدقائي، بس انا حسيت يمكن من الجواب قالوا كثير بحماس، شكله راح لهنيك من قبل. فكروا كثير منيح اصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. يا ترى مين لسه من الاصدقاء راح يشاركونا؟ باقي معنا وقت شوي شوي، لازم تفكروا كثير بسرعه، كتفوا اتصالاتكم، تروحوا بسرعه بسرعه على التليفون، ترفعوا السماعه وتتصلوا على الرقم الموجود قدامكم. ما هي اكبر مدينه ملاهي مغطاه في العالم؟ كل الأصدقاء اللي شاركونا لحد هلأ قالوا إنه الجواب عالم فراري. إن شاء الله تكون الإجابات صحيحة، وأنا عندي إحساس إنه يمكن ريمبو كمان يا أصدقائي ساعدكم من خلال اللون اللي كان مخبي لكم يا اللون الأحمر، هو اللي قالنا هذا السؤال. سؤالنا كان بيقول مدينة ملاهي تعتبر أكبر مدينة ملاهي مغطاة في العالم، تقع في جزيرة ياس في مدينة أبوظبي، تم افتتاحها عام 2010 وتحتوي على أسرع لعبة للمركبات الفضائية في العالم. ما هي أكبر مدينة ملاهي مغطاة في العالم؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. كمان أغلب السياح اللي بيزوروا دبي أو بيزوروا الإمارات بشكل عام بتكون فراري من أحد الخطط اللي لازم يزوروها، وبيكونوا كمان كتير مبسوطين وكتير متحمسين. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، شكلي أنا أصلاً قلت لكم شو الجواب. فكروا أصدقائي، باقي شوية وقت لحتى ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال وتخلص الفرصة للمشاركة. أصدقائي رح أذكركم هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن رحلة برية لأربع أشخاص مقدمة من قناة الفجيرة. مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا يا أصدقائي؟ فكروا كتير منيح. الوقت بلش ينتهي أو لا لسه ما بلش، هلأ حيبلش شكله. عليا وراشد كانوا آخر المشاركين معنا لليوم، شكراً أكيد لكل اللي شاركونا اليوم من الأصدقاء. بدأ العد التنازلي أصدقائي ورح ينتهي الوقت. 2-1 انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هي أكبر مدينة ملاهي مغطاة في العالم، والإجابة أكيد صح عالم فراري. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. للأسف أصدقائي مشوارنا معكم بينتهي هون، لا تنسوا تشوفونا بيوم جديد وتحديات جديدة. هلأ صار وقت نقلكم باي باي.